وللمزيد من المتابعة والتحليل لهذا المشروع العملاق ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود، في متابعتك لهذا الافتتاح لمدينة المنصورة الجديدة، يعني بتأتي في إطار خطة الدولة لبناء 30 مدينة أخرى من مدن الجيل الرابع عبر الجمهورية. يعني دعنا في البداية نوضح معنى مدن الجيل الرابع. يعني يمكن في البداية هذا الأمر بيأتي استكمالا ضمن سلسلة طويلة من المشروعات القومية ذات الإطار المختلف، زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة أنها المدن الذكية اللي هي بتتواكب مع، أو مدن الجيل الرابع اللي بتتواكب مع المتطلبات الحالية بما تتوافق مع يعني البنية التحتية واستخدام الطاقة النظيفة، واللي بتعد واحد من أهم روافد التنمية اللي ظهرت وفقا للتداعيات الاقتصادية الحديثة. يمكن هذا النوع من المدن كان واحد من أهم روافد التنمية داخل الدولة المصرية، وكان يعني ذراع أساسي ساعد على سلسلة الإشادات الدولية التي أشادتها المؤسسات الدولية بالدولة المصرية، وكمان لي أثر يمكن مباشر على الاستثمار المحلي والأجنبي باعتبار أنه واحد من أهم الأمور التي يمكن تعطي المستثمر شهادة مصداقية أو قدر كبير من الثقة للوضع الاقتصادي المصري بما يحفز من عمليات الاستثمار. نعم، لماذا ستعطي المستثمر الأجنبي هذا القدر من الثقة؟ ما الذي تمتلكه هذه المدن الجديدة من الجيل الرابع يعطيه هذه الثقة؟ يعني يمكن المستثمر ما يهمه أو ما يفيده داخل أي دولة اتساقا مع القانون العام للاستثمار أن رأس المال في الغالب يبحث عن المكان الذي يعظم أرباحه أو المكان الذي يكون فيه وضع مناسب ومناخ جيد للاستثمار يعظم من أرباح المستثمر. وجود هذا النوع من المدن تحديدا بالشكل اللي بتخطط فيه البنية التحتية بشكل منضبط يتوافق مع توليد وخلق فرص استثمارية كبيرة بتساعد المستثمر في توفير التكلفة من طرق، من مباني، من مصادر للطاقة الحديثة، من حاضنات أعمال تتمثل في الإنفاق. مش بس يمكن شهدنا النهاردة افتتاح جامعة في المنصورة واللي بتمثل واحد من أهم دور الخبرة أو الدعم عملية البحث العلمي واللي لها علاقة يمكن بشكل مباشر بالعملية الاستثمارية. المستثمر غاية ما يهمه في هذا الإطار هو وجود حالة التأكد، والعنصر البشري الذي يقوم على العملية الاستثمارية أن يكون قادرا من الناحيتين، من الناحية الصحية بوجود قدر معتبر من الرعاية الصحية، والنوع الآخر أن يكون قادرا ومؤهلا من الناحية العلمية. وده طبعا لا يتأتى إلا بمزيد من الإنفاق على البحث العلمي والتعليم، واللي بتضمنه هذا النوع من المدن أن يكون موجود فيها أو مولد فيها بشكل أو بآخر. طيب، يعني كما ذكر سيادة الرئيس أن يعني كثير من الناس بيعتقد أن المدن الجديدة بنهتم بشكل المدينة فقط، ولكن هذا غير صحيح. كيف أتت هذه المدينة بمخطط شامل يشمل حتى التحديات التي ممكن أن تواجه مصر في المستقبل؟ يمكن لهذا السبب أطلق عليها مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية، لأنها تأخذ في اعتباراتها كل ما له علاقة بتوليد الفرص الاستثمارية، ليس فقط تجميل الشكل الخارجي، وإنما بتأخذ في اعتبارها كافة الأركان، سواء من بنية تحتية مخططة بشكل منضبط وصحيح بعيدا تماما عن العشوائية، بتأخذ في اعتبارها أيضا المشروعات الاستثمارية الحالية والفرص الاستثمارية الحالية والفرص الاستثمارية المستقبلية، لأنه الخريطة الاقتصادية وخريطة الاستثمار ليست ثابتة على مدار الأيام والزمن، وإنما تتغير بتغير التداعيات الاقتصادية على المستوى العالمي. يمكن شهدنا منذ الكوفيد 19 أن هناك مصطلح اقتصادي بدأ يتصدر العالم، وهو الاقتصاد القائم على الرقمنة أو الاقتصاد القائم على التكنولوجيا. وبالتالي فكرة أن يكون لدي مدينة لابد أن يكون ليس فقط فيها بنية تحتية معتبرة، ولكن أيضا بنية تكنولوجية معتبرة وقوية يمكن أن تساعد العمليات المستثمر أو العمليات الاستثمارية لتوليد فرص استثمارية ولخلق
مزيد من الأرباح للمستثمر. يعني على ذكر كوب 27 أو مؤتمر المناخ، يعني هناك العديد من التحذيرات المناخية خاصة بالمدن الساحلية، كيف أتت هذه المدينة ل يعني أو عين يعني راعت التحديات المناخية المستقبلية وهي مدينة سياحية؟ يمكن حقيقة الأمر المخرجات التي خرج بها مؤتمر المناخ اللي يعني كان قائما ليس على فكرة التنظير، ويمكن زي ما تحدث السيد الرئيس على أن هذا المؤتمر يعني كان قائما بشكل أساسي على تنفيذ المبادرات التي اتخذت في السابق، ويمكن شهدنا أن هناك كثير من المخرجات في هذا الإطار وكثير من التمويل للطاقة النظيفة وللتحديات المناخية التزمت بها الدول المتسببة بشكل كبير في الانبعاثات الكربونية. هذه المدن لما صممت بما يتناسب مع مواجهة هذه التحديات. زي ما حضرتك ذكرتي، يمكن المدن الساحلية هي المدن الأكثر تهديدا بهذه التحديات الخطرة، ولكن تم أخذ في الاعتبار كافة الإطارات التي يمكن أن تتجاوزها هذه المدن في حال يعني أي تحديات مناخية أو أي حتى صدمات خارجية قادمة من الخارج. نعم، ضمن المخطط الشامل الذي تراعيه هذه المدن الجديدة جاء الحديث عن بناء محطات تحلية المياه ستكون مخصصة للمدن الساحلية إضافة لما تم إنشاؤه لاختصار أو تخصيص مياه النيل للمحافظات الأخرى. كيف ترى هذا الفكر؟ أراه يأتي تحت سياق ما يطلق عليه مصطلح التنمية المستدامة. التنمية المستدامة بتعني أن أنا أحقق معدلات عالية من رفاهية المواطن أو معدلات عالية من النمو الاقتصادي بالشكل الذي لا يؤثر على الفرص المتاحة للأجيال المستقبلية، يعني أخذ في اعتبارات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، يعني يمكن أن أحقق تنمية باستهلاك مجموعة من الموارد، هذه الموارد إذا ما تم استهلاكها حتؤثر بطبيعة الحال على الأجيال المستقبلية. فكرة التنمية المستدامة بتأتي الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية وحقوق أيضا الأجيال المستقبلية، وبالتالي لم يتم التضحية بأي مورد غير متجدد زي مياه النيل في سبيل تحقيق تنمية حالية. هذا هو منظور التنمية المستدامة الذي يعمل على المدى الطويل، تحقيق معدلات رفاهية مرتفعة لكنها لا تأتي أبدا على حساب الأجيال المستقبلية. هذا كان هو المنطق الأساسي والرئيسي اللي التزمت به الدولة والحكومة فيما تعلق بقيام هذه المدن الجديدة بالشكل الذي لا يؤثر على أو لا يستنفذ المخزون من الدولة للموارد المتاحة الآن. يعني حينما نتحدث عن تنشيط السياحة في مصر دائما ما نتحدث عن مواقع بعينها أو مدن بعينها، مثلا الغردقة، شرم الشيخ، بعض المدن في الساحل الشمالي. كيف أتت مدينة المنصورة الجديدة لكي تكون مدينة إضافية ساحلية بمواصفات عالمية على أرض مصرية؟ حقيقة الأمر الدولة المصرية يعني لو نظرنا وفتشنا نظرة سريعة حول المحافظات والأقاليم الموجودة فيها هنجد أنها فيها تنويع وتوليفة مختلفة من الموارد، وإذا تحدثنا بشكل دقيق أو بشكل مفصل عن السياحة أيضا لدينا يعني توليفة من الميزة النسبية أو الميزة المطلقة لكل منطقة يمكن بتجعل الدولة المصرية متفردة على مستوى العالم، لكنه كان الأمر يستلزم أن يتم استغلال هذه الموارد الطبيعية للدولة المصرية بالشكل الذي يمكن أن يعظم من أرباحها كموارد للسياحة. إنشاء مثل هذه المدن وإحنا عندنا كم من الموارد الطبيعية والميزات النسبية والميزات المطلقة داخل مناطق بعينها، لكن تطويرها بالشكل الذي يتلائم مع المتطلبات العالمية الحالية هذا واحد من أهم الأسباب الذي يمكن أن يعظم بل ويضاعف الأرباح القادمة من السياحة. طيب حضرتك تحدثت عن افتتاح الجامعة يعني الجديدة، هناك يبدو نعم، فما الذي تنصح بأن يكون به من أقسام هذه الجامعة؟
دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، يبدو أن هناك قطع في الاتصال، أشكرك شكرا جزيلا لك.